التجارة الإلكترونية واحدة من التعابير الحديثة والتي أخذت بالدخول إلى حياتنا اليومية، حتى أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع اليوم معنا الأستاذ محمد مقدادي، وهو خبير في السوشيال ميديا. خلينا نصبح عليه ونأخذ منه معلومات أكثر بخصوص هذا الموضوع. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الورد والياسمين. يسعد صباحك. الله يخليك. بنسمع كثير عن التجارة الإلكترونية، بس دائما بنسمع من الناس بشكل عام. خلينا نسمع من حدا مختص عن التجارة الإلكترونية. نعم، طبعا التجارة الإلكترونية في لها نحكي نوعين، في شيء من ناحية مبرمجين بسموها تجارة إلكترونية أو الإي كوميرس، اللي هي المرحلة اللي بيبنوا فيها ويب سايت بإمكانهم يتعاملوا فيها كبيع وشراء. هلا الشيء الثاني صراحة اللي هو متعارف فيما بيننا، اللي هو الشراء عن طريق الإنترنت. كيف بإمكانك تكمل بيع كامل أو تكمل شراء كامل، يعني بإمكانك تدفع كاش او كاش اون ديليفري، او بامكانك ان تدفع عن طريق الفيزا او الكريدت كارد. صرنا نشوفها بالوقت الحالي موجوده في كل مكان. هلا كانت بالفترات الماضيه كانت هي عباره عن ويب سايتس احنا بنفوت عليها ونشتري منها، زي امازون وغيرها من من الويب سايتس. ولكن بالفتره الحاليه اذا بتشوفوا صار البيع على السوشيال ميديا، بحيث انه احنا صرنا نشوف في بيجز او صرنا نشوف اكاونتس على انستغرام وغيرها من الابلكيشنز، تطبيقات المواقع التواصل الاجتماعي، صارت الناس تبيع عليها. فإذا بنيجي نحكي فهو هذا هو التعريف الواقعي اللي هلأ موجود كتجارة إلكترونية في. نعم. كيف بدنا نبلش أو كيف ببلش الشخص بالتجارة الإلكترونية؟ أنا حكيت لك قبل شوي أنا أخذتها بتخصص بمادة كانت الإي كوميرس، بس إحنا كان برمجة أو كيف ننشئ حساب أو كيف ننشئ صفحة إلكترونية أو موقع إلكتروني قبل الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف بدنا نبلش بهذه التجارة الإلكترونية الحديثة؟ يعني شوي إحنا صرنا أقدم من هذا اللي إحنا فيه. طبعا زي ما حكينا هو في جزئين لها. اول شيء جزء اللي هو زي ما تفضلتي كاتي، بنحكي عن البرمجه، بنحكي عن مواقع الكترونيه وغيرها. والجزء الثاني اللي هو فقط الشراء على الانترنت، اللي بتشوف الناس قاعده تشتري في مواقع التواصل الاجتماعي او على الويب سايتس الحديثه الموجوده بالوقت الحالي. من ناحيه اذا انت شخص بدك تبني لك ويب سايت على سبيل المثال، في عندك كثير من السي ام اس، خلينا نسميهم كونتنت مانجمنت سيستمز، هم مواقع اوريدي حاطين لك تمبلتس جاهزه علشان انت تقدر تبني الويب سايت تبعك بشكل جدا بسيط. انا بعتبرها صراحه زي الليجو، يعني لما اجي اسميها مركبه، انت فقط دراج اند دروب، امسك وحط عندك بالويب سايت، تقدر تبنيه بكل سهوله. في عندنا شيء اسمه ماجنتو، هذا شوي معقد. في عندنا شيء بسيط اسمه ووردبريس، wordpress.org او wordpress.com، بامكانك تفوت عليه تختار التمبلت اللي بدك اياها وتبلش الويب سايت تبعك. الويب سايت الاخير اللي هو wix.com، كمان بامكانك تبني الويب سايت تبعك بكل سهوله. هلا البارت الثاني اللي هو انت كيف بامكانك تبني فقط بكل سهوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تفتح لك حساب بكل سهوله على الانستغرام او على فيسبوك، وحتى بامكانك تبيع السلع وهي مش موجوده عندك. صح، يعني انا بنزل الصور بحكي للناس هي موجوده عندي. صح، هذا اللي عم بصير. في حال صار طلب بطلبها انا من امازون او من اي بي او غيرها من المواقع. الصفحه ما بتاخذ معك الا دقيقه واحده، بامكانك تعملها بزنس اكاونت. والبروموشن سهل جدا، تنزل ستوري بتعملها بروموت او بتعمل بروموشن لسلع موجوده عندك في كابوست. طيب خلينا نحكي عن تخصصات اعمال التجاره الالكترونيه. نعم، صراحة التخصصات هي كثيرة. بإمكانك تكون مثلا في مجال، نشوف ناس بالتجميل على سبيل المثال بيبيعوا أمور تجميلية. حلو. في ناس بيبيعوا أمور طبية، فالتخصصات هي شوي واسعة، يعني بإمكانك تتخصص بأي مجال في التجارة الإلكترونية. وفي عندنا كثير إحنا متاجر صارت بالوقت الحالي تبيع كل شيء، حتى أمازون صارت تعمل صناعات لإلها. يعني في عندك أمازون بيسكس، هي كاتيجوري من أمازون، بيعملوا صناعات لشنتات أمازون، بيبيعوا خضار، بيبيعوا يعني بإمكانك تشتري كل شيء، لدرجة إنه وصلوا لهي بوش بتن. في عندهم زي بتن، انت على سبيل المثال بدك تجيب منتج معين كغسيل، بتحط عندك زي كبسة زر بالبيت، لما تكبسها بتوصلك السلعة على باب بيتك، معناته انت بحاجة انك هاي السلعة. فبتحط عندك منتج غسيل، بدي خضار، بدي كذا بدي كذا، بتكبس بس على الكبسات لحالهم، امازون بيشحنوا لك اياها للبيت. هذا الشيء طبعا مش مطبق عندنا في الاردن، هو مطبق برا، بنحكي عن امريكا. ولكن احنا زي ما بنشوف الاردن كل يوم عن يوم قاعدة تتطور في مجال التجارة الالكترونية والشراء على الانترنت، وحتى بخصوص القوانين كل مرة بنشوفها قاعدة تتطور شوي شوي. حلو. طيب هلا احنا بنعرف في ناس صراحة فتحت كتير مشاريع، اول شيء كانت تنبلش بالتجارة الالكترونية، بعدين فتحت لها، يعني بنعرف ناس كانت تبيع اغراض معينة، بعدين صار عندها متاجر. صح. من هذا الموضوع بلشت بفكرة صغيرة، يعني لها اهمية، ساعدت كثير من الناس انه تفتح مشاريعها. اكيد في مخاطر لهذا الموضوع او في لها سلبيات. طبعا تحكي لنا اكثر عن مخاطر التجارة الالكترونية. طبعا صراحة التجارة الإلكترونية زي ما نشوف، زي ما تفضلتي، إنه أي حدا بإمكانه يفتح متجر إلكتروني. صح.
ولكن اي حدا بامكانه انه يوصل لدرجه من ساتسفاكشن لليوزرز او الكاستمرز اللي بده يجوا يشتروا من عنده. هل انت بتقدر على سبيل المثال طلع في مشكله عندك بسلعه معينه بتقدر انك ترجع له اياها وتتحمل المسؤوليه بانك تخسر منها؟ يعني هذا الشيء صراحه شوي اي دوبت مش كل الناس بتقدر تعمله. بنفس الوقت صار في مخاطر امنيه، يعني انت صرت لما تفتح على الويب سايت بطلت تعرف اذا هذا الويب سايت فعليا هل هو سيرتيفايد اني انا اشتري منه او لا. امازون على سبيل المثال في عندهم شيء اسمه اي تو زي جارنتي، برجع لك سعر سلعه لحد 2500 دولار حتى لو انها وصلت لعندك. حلو. يعني انت بتقدم ابيل اعتراض وبتوصلك السلعه حتى لو موجوده عندك بيحكوا لك خلص خليها. حتى في بعض المواقع بتدفع كانه دولار او 99 سنت بكون انت بتامن 100% على هذا يعني صح. فهذا كمان انه صار يعطي شوي ثقه للكاستمر الموجود برا انه والله انت اذا ما عجبك راح يامن ب 99 سنت يعني ترجع لك حق 100% البروتكشن فيه صارت تنحط مثلا على سلعه انت اذا حابب تامن عليها بحيث انه انت بتقدر تعمل ريفند باي وقت انت بدك اياه. زي ما حكينا هو الموضوع يعني احنا ما بدنا نخوف الناس انه ما تشتري وما تتعامل ولا غيره، ولكن في مواقع دائما موثوقه. يعني احنا لما نيجي نحكي عن اي بي عن امازون هدول مواقع انت بتحكي عن شيء جدا معروفه يعني. وانتقلوا من صفحات او بيجز على الفيسبوك لابلكيشنز، يعني انت شوف قديش انه ربحوا او قديش مثلا صاروا موثوقين عند الناس طبعاً. بخصوص هذا الموضوع طبعا 100%. حتى في لما يعني امرات الاشياء اللي بدك تشتريها بيكونوا حاطين الديتيلز كامل طبعاً. عنها عشان انت بعدين ما تصير تقول انتوا ما حكيتوا لي هيك او مثلا انه كله سلك لا مش قطن، فبيكونوا حاطين الديتيلز كامل. انتوا لعبتكم الشراء اكثر احنا لانه عارفين الموضوع مزبوط من الموضوع محمس جدا راح يكون يعني. بتعرف لانه كنا نخاف نشتري بالزمانات تحديدا لما يكون في مثلا على الكريدت كارد، يعني انت بديش والله ادفع على الكريدت كارد، لانه احنا لليوم ثقافتنا انه ما بنحبش نستعمل الكريدت كارد بنخزنها ما نخاف على الفلوس. هلا من جديد صار انه والله تقدر تدفع كاش على بالبيت، هذا قديش انه ساعد الستات انه حتى ما عنده حساب او ما عنده كريدت كارد بتسوق وبيجيني على البيت وبدفع. الستات منيحه بس الرجال لا. هو طبعا هي اسامه عم بشكي صار يدفع زياده زلمه. في هيك نكته بيحكي لك كيف بده يصير الزلمه مليونير، بيحكي لك لما كان ملياردير ومره تفلست صار مليونير. فهو هذا نوع من انواع اللعب بالتكنولوجيا او التجاره الالكترونيه بشكل او باخر. شو الفرق بين التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت أو التسويق الإلكتروني؟ في اختلاف بيناتهم ولا نفس الشيء؟ هلأ زي ما حكينا صراحة إذا بدنا نسمي التسويق الإلكتروني اللي هو شراء الإنترنت فهو جزء من التجارة الإلكترونية اللي إحنا بنشوفها، ولكنها اللي بتلمسها اللي هي أطياف الناس المستخدمين أو الكاستمرز اللي بدهم يتعاملوا ويشتروا. أما لما نيجي نحكي إحنا عن التجارة الإلكترونية زي ما هي تدرس بالجامعات اللي هي كل إشي بيختص بالديفلوبمنت، يعني أنت كيف بإمكانك تعمل ويب سايت، كيف بإمكانك تبني تروح على ماجنتو تكتبه بلغة PHP وغيره من هاي الأمور، فهو أكثر مختص بالأمور التكنيكال. ولكن التسويق الالكتروني هو يعني دايركتلي بروح على الكاستمر. من وجهه نظرك انه في يوم من الايام رايحه تلتغي هاي المحلات والتجاره الموجوده على ارض الواقع وتصير كل عمليه التجاره حتى ممكن السلع الاستهلاك الغذائي او كافه الانواع ممكن تصير من خلال التجاره الالكترونيه؟ 100% طبعا. يعني احنا لما شفنا على سبيل المثال شوف دائما احنا نتفرج على في دول فعليا متقدمه بسبب انه في عندهم موارد وفي عندهم غيره وغيره، فبنشوف في تقدم تكنولوجي ممكن يكون في بعض الدول متاح لناس. حلو. فمنشوف زي كأننا شايفين المستقبل. فلما حكينا على عن أمازون أنت فعليا في عندك push the button وبيجيك الريكوايرد الإشي اللي أنت طالبه، أي إشي ناقص من عندك فعليا بيجيبوا لك إياه للبيت. فما ضل إنه فعليا لازم يكون في إشي فيزيكال. وحتى في إشي اسمه أمازون جو اللي هو سوبر ماركت ما مش موجود فيه أصلا موظفين. ومنشوفهم فعليا أنت بتفوت بتشتري وبتطلع بيخصم الكريدت كارد تبعتك دايركت. بس نحن هون كمان ما بدنا نظلم، صار في عندنا محل خضار وفواكه موجود ابلكيشن، صار عندنا دراي كلين ابلكيشن، في عندك حتى المساعدات بيجوا على منزل ابلكيشن، فكله صار يعني موجود تطبيقات ذكيه. معظم اوتوميتد. شو بتشوف للمستقبل؟ هل رح يكون هناك ضوابط اكثر لمستخدمي الانترنت حتى يحفظوا حقوقهم؟ ضوابط بشكل او باخر، انه احنا الحكومه دخلت على الخط في ضريبه في ضريبه، هذه الضوابط بتفيد الحكومه وبتفيد المستخدم او التاجر ولا بس بتفيد الحكومه لحال؟ صحيح.
صراحة إحنا زي ما حكينا عن الأمن والحماية بالفترة الحالية، فأنا صراحة إذا بدي أحيي حد بحيي الجرائم الإلكترونية اللي هي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لأنه في يعني إحنا في صدد تقدم تكنولوجي كبير، وكل إشي صار عندك على التكنولوجيا لدرجة بكرة بدي يصير في عندنا إنترنت الأشياء، راح يصير بيتك كلياته مربوط عندك بالموبايل، فأي حدا بإمكانه يفوت على خصوصيتك، وأنت إذا ما في حدا يحميك وما في حدا بظهرك فهي مصيبة. صح. وأي إنسان فينا راح يخطئ، سواء كان هو خبير تكنولوجي، خبير أمن معلومات وغيرها من الأمور، الخطأ دائما وارد، سواء كان عند الإنسان الخبير والإنسان اللي ما عنده خبرة بالتكنولوجيا. صح. فلهيك صراحة يعني من برنامجكم بحيي جد وحدة الجرائم الإلكترونية. في عنا الجزء الثاني، كانوا معنا ضيوف قبل يومين، وفي معنا الجزء الثاني اللي هو بنحكي عن الجمارك الأردنية. تمام. الجمارك الأردنية صراحة بالفترة الحالية ممكن يكون في شوية ضوابط زيادة على المواطن، بحيث هم فقط خلوا الإعفاءات الجمركية على 4 سلع فقط، اللي هي الألبسة، الأحذية، والأغذية، والله مسلسل محمد شو الأخير، والألعاب الأطفال، هاي معفية، والألعاب الأطفال، هاي الأربع الأشياء اللي هم الأمور اللي معفية من الجمارك والضرائب وأي أشياء كخدمات طوابع وغيرها من الأمور. حتى إذا كمان بيشتروا من مواقع الألبسة أو هيك، فكمان 100 إذا 100 دينار بيكون مجانا، فيش 100 دينار بيكون في ضريبة، في 100 دينار اللي هي القيمة الجمركية، في حال تعديتها لو بدينار كمان بترجع الضرائب على السلعة وبتتعامل معاملة طبيعية. كمان لازم ترصد المنتجات اللي انت بتشتريها، فانت معك 5 طرود او مجموع 200 دينار في الشهر الواحد، ايهما اسبق طبعا، ايهما اسبق، يعني انت اذا تعديت ال100 دينار في الشهر حتى لو جايب شيء تحت ال100 دينار كمان بده يتجمرك، او 5 طرود، فهذول الاشياء اللي هي كانت متاحه لك بالفتره السابقه. كان انت معك 4 سلع على ان لا يتعدى كل واحد منها 100 دينار. اوكي. وبنفس الوقت ما كان يترصد، يعني ما كان يحسب لك، فما فيش عندك طريقه سيستماتيك انه او شيء نظامي انهم يقدروا يتابعوا وراك انه انت طلبت 4 ولا ما طلبت 4. الفتره الحاليه لا، بدك تفوت تحط بياناتك الشخصيه. صح. وتعمل ترصيد لكل سلعه انت بتشتريها. نعم. اذا ما كانت مرصده طبعا راح تتجمرك بكل. صح. الاحوال. صح. الا اذا انت بتحط لها ترصيد سواء كنت اردني او اجنبي. صح. تحط رقمك الوطني، بتحط شو السلعه، ايش البيان الجمركي وغيرها من الامور، قد قيمتها الجمركيه وغيرها من الامور. مع وجود الضريبه راح يضلوا هدول الاربع سلع شاملهم الاعفاء ولا لا؟ لا، هلا هدول الاربع سلع معفيين من كل شيء حتى الضريبه. حتى الضريبه. طب حلو. اصلا الناس شو بتجيب غير الاواعي؟ هو غير الاواعي بس ما انت مرات اذا عندك ولدين 3 يعني بصير اكثر، عرفت؟ بدك طردين 3-4 بتصفي. وفي عنا حتى مره وصيت عن النظارات من برا، فحطوا لنا عليهم جمرك مبلغ وقدرته، بحكي لهم اقل من 100 دينار مثلا، قال لا لازم تكون الوحده مش الثنتين، يعني كان كل وحده حقها 100، فبحكي لا لازم الثنتين يكونوا 100، فدفعون عليها جمرك اكثر من. فهلا المجموع 200 دينار هو في الشهر او 5 طرود. طيب من وجهه نظرك نصيحة بتقدمها لكل الأشخاص اللي عم بيستخدموا التجارة الإلكترونية؟ نعم، أول شيء صراحة الإدمان. التجارة الإلكترونية مصيبة، خصوصا الكريدت كاردز، إذا في بإيدك كريدت كارد وربطتها على الإنترنت. صح. فعليا بتعمل لك مصيبة، بتصفي أنت كل شيء بتشوفه سواء كنت بحاجته أو مش بحاجته، بتصير تشتري شيء أنت صراحة مش بحاجته، مش لازم يكون موجود لو سعره دولار واحد. صح. أو دينار واحد. الإشي الثاني صراحة لما تيجي تشتري عن طريق الإنترنت دائما خلي في بالك إنه تستخدم زي إشي زي إنترنت شوبينج كارد، تكون تحط فيها ديبت كارد أنت. صح. تعبي فيها. صح. وتشتري فقط بالمبلغ الموجود. كريدت كارد يكون سقفها 5000، يعني تكون لا سمح الله على موقع تحطها ويصير لك عملية اختراق، فراحت 5000 كاملين. صح. بنحكي طبعا عن إنه أنت لما تيجي تتعامل مع أي ويب سايت إلكتروني المفروض تتفرج على الويب سايت، أول إشي يكون معروف، لو ما كان معروف يكون مجرب من حدا ثاني، وبنفس الوقت من ناحية تقنية تشوف على الويب سايت فوق بتلاقي في شيء اسمه HTTPS. صح. هذا معناته انه الويب سايت اي شيء انت بتحطه فيه مشفر، يعني تحط باسورد او بتحط ايميل فبيكون مشفر، مع العلم انه الباسورد هيك بتشفر، ولكن بتأمن على معلوماتك على هذا الويب سايت. ولكن الضابط الوحيد اللي ممكن يخليك تشتري من موقع ويكون سكيور وتضمن حالك انه انت ما تتعرض لاختراق، اللي هي المواقع المشهورة والمألوفة عند الناس. إذا بتحب تجرب فبتجرب بإنترنت شوبينج كارد، وكنت مضطر فأنت بتجرب بإنترنت شوبينج كارد، وبكون فيها مبلغ فقط بالمبلغ أنت بتشتري فيه للسلعة. حلو. وين بس أنت شو بتشوفنا من هون نحكي لقدام؟ إحنا واكبنا الدول الأخرى بالتجارة الإلكترونية. صحيح. ولا بتحس إنه إحنا لسه
يعني مش من هذول الناس اللي تقدمنا بهذا الموضوع، أو ممكن إحنا نستخدمها بشكل غلط عشان هيك ما عم نتطور فيها. نعم صراحة بالعكس بشوف كثير ناس بتشتري عن الإنترنت، وكثير ناس بتحب تتعلم كيف كمان تشتري من الإنترنت. وزي ما بنشوف هلأ بالوقت الحالي صار في عنا فواتيركم تدفع فواتيرك على الإنترنت، صار كل إشي مربوط بالإنترنت. فإحنا صراحة بنحكي عن تقدم مهول بالنسبة للأردن من ناحية التكنولوجي. يعني على سبيل المثال كحكومة إلكترونية، هي صراحة ما لها علاقة بالتجارة الإلكترونية، ولكن بحكي عن الدفع عن صحيح. طريق الانترنت. هذيك المره جيت بدي اطلع عدم محكوميه، فبكل سهوله عن طريق الانترنت استغربت انها في 10 دقائق وصلتني عدم المحكوميه باللغه الانجليزيه ولجهات خارجيه على الايميل وعلى رقمي الموبايل. فاحنا بنحكي جد عن تطور بيساعد للانسان بشكل كبير. انا في شاب صاحبي كمان بالشغل جواز السفر طبعاً. جدد جواز السفر وهو موجود بالمكتب في خلال يوم واحد. فانت مش بحاجه انك لا تروح لا على مكان ولا تدفع مكان، تستخدم الكريدت كارد تبعيتك او تستخدم الانترنت شوبينج كارد تبعيتك. فمن ناحيه التطور جد فعليا احنا وصلنا لمرحله في البلدان المجاوره كلها ما شفنا فيه تطور واصل. حتى موضوع الكريدت كارد او البطاقات الائتمانيه في بعض البنوك تعطيك ميزه انك انت تحط ليميت للسحب لما بدك تشتري شيء من الانترنت. فهاد كمان ممكن تقدر تشتري بالفيزا او بالكريدت كارد بس بليميت معين تكون كابس هاي الكبسه انه مشغلها. فهي ممكن كمان تعطيك انت قدره انك تشتري على نفس الكريدت كارد دون ما تطلع يعني الفيزا تبعت الانترنت. فهاد كمان بيساعد اكثر. هلا بدك توصل سعاد تحكي بدك تقدر توصل بدك توصل الليمت. لا والله مرات حسب. وعلى فكره مرات بعد الليمت احنا مرات اسمع بحكي لك هاي 99 سنت او مثلا هاي دولار او فبصير تجمع بصير 100 دولار فبصير هذول اللي جمعناهم الصغار بصير مبلغ كبير صراحه. صحيح. خصوصا صراحه في نقطه حلوه انه امازون صار يشحن للاردن. صح. يعني صراحه في هون عندنا بالاردن شويه بيعتنوا بانهم يجذبوا المستثمرين ويجذبوا غيرها من الخدمات. صح. زي ما شفنا بالفترات الماضيه ريان اير وغيرها. فاحنا شفنا بالفتره الماضيه جيف بيسز اللي هو السي او لشركه امازون اجى للاردن وزار العائله المالكه وصار في ترتيبات وعلى اساسها صار في تسهيلات لهم بحيث انه حتى يصيروا يوصلوا لنا للاردن. في كثير دول عربيه ما بيوصلها. فاحنا من ناحيه تقدم وتفاهم ما بينه وما بين شركات حتى في مواقع الشراء على الانترنت والتجاره الالكترونيه فاحنا صراحه متقدمين بشكل كبير. صحيح. هو احنا تكنولوجيا من زمان كنا اكثر متقدمين من اللي حوالينا. فهذا قديش كمان ساعد انه ثروتنا بشبابنا ممكن بس هيك لو يستغلوها نتشوي بعد عنهم الضرائب هذول عن جد. صحيح. نعم. محمد انتهى الوقت يعني فانبسطنا يعني الله يمكن ما بتعرف يمكن كمان شوي لقدام نعمل هاي الانترفيو معك من البيت من البيت انت ببيتك او كل حدا ببيته ما بتعرف. طبعا هاي الحياه هيك عم تتطور. شكرا لك شكرا لك الف عافيه. شكرا.